شبه نحكوا كل بيت خصاب عليه جنب الناس عايشين. انت عارف انا اعتقدت كده ها؟ عارف هيدا انا اعتقدت كده. شو طيب؟ شو لطيف؟ شو لطيف؟ بتمني ببلغك دبالي معتشيني. لا 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 خليك ولو انا بعطيه محكي ولو لا لا العفو خليها ولو كل شيء عندي لك راح تشوف قديش راح يتشكرك بالنهايه بس لو تسجل لا اجي نعم نعم شو هيدا النهار مش لازم يمروا الا ما يمضي في الوصيه روح الكوتش بالمحامي حاج مبوز نو حبيبي انا ما بقدر اتركه لك راح لك هو لعب معك كثير كل شيء عندي ملكه اي وان شاء الله تتهنى بالفلوس والمصاري انت ومرتك الكريمه ها مرتي احلى مره بيقولوا انه ما في احلى من شوفة ست حكومه جايه لعندك رايحه لعندك انا بس بحكي الكلام اللي سمعته انت ايش سمعت يا مستر انا بس بحكي الكلام اللي سمعته هي اكلت مع السوق كل يوم الصبح ليك رساله انت اسرتني هلا سكرت لك لما بتحكي حاضر انا رح اشتري من اليوم رايح تمشي بالسوق روح يا ولا بلاش ما كان عندي فكرة انه بغالة ست حكومة ست محرومة وصف لي اياها فوق لتحت هي وشها مثل القمر صدرها لو يكون اكبر بيكون احسن سيدي بس هذه وجهة نظر لازم تشوفها بنفسك شوفها بنفسك يا اخويا شوف شوف لي المعتاد يعني. انت ربنا حيجيب علينا من هالشغله لك هادي بونبون ما بديش اياها جنبي ليه ما هي بتروق لك اعصابك بتضخ مع انه انت مش من كبار البلد ما بدي هي قاعده تخرب كل شيء مظبوط وانت وين رايح؟ انا رايح اتنكر وشوف ست حبوبة بنفسي بس هذا خطر كبير بعرف شغلي انت بس خلص من بابار بعرف شغلي انت بس خلص من بابار دكتور بلا دكتور بلا بطيخ حبيبي ها يلا روح
شفتها هذا ميا؟ شفتها وبدي اياها. لك نقوم الظهر على رملك حبيبي. انا ما قلت لك انه بدي اخفف لك من دينك؟ فكري اذا بترتب لي موعد معها بشيل 100 من حسابك. 100؟ انسى ولا 200؟ بتقول لا لا 200؟ اني طيب 300؟ لو بتخليهم 500 مع الصلاة على النبي بيكونوا احسن. بطلوا يرتبوا 500؟ اكيد حاسم 500؟ خلص 500 500 500 بالضبط 500. بطلبتي ها؟ لا لا خلاص دولار يطلع دولار. طيب سيدي انا عارف ان الحكومة جوعان ومستعد يجيب لك امه لحد هون، بس فكرك رح يقعد يتفرج وانت بتاخذ منه مرته؟ لك لا يا حبان انت مش عارف شو قصدي. بدك اياه يعرف يعني؟ بتوقع الفوت وجيب لي اياه بايده. اوطى من هيك ما بقى فيك. لك صدقني يا حبان لو بتعصر حكومي طول السنه ما بتطلع منه ولا ليره. اذا عرف انه يا وسيطي يا مرته هو مستعد يقدم لي ترويه بالتخت. وانا كيف رح اقول له فكرتك؟ انا بعتمد عليك. رح حاول. طيب شو بالنسبة لخواريك التانيين؟ لك بومة مش رح تطلع منه ولا شيء. الشيء الوحيد اللي بيملكه بومة هذا الحمار هي غمزاته اللي بيقعد من نلاقيها لثاني بيجيب لنا اياها. انت متأكد؟ 100%. طيب ونكدان؟ ونكدان كمان ما حلفوا شيء، يعني ولا عنده ولا نكلة. طيب خليه يتنازل عن شيء ثاني. مثل شو يعني؟ ابنه؟ لا 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 يغش ابنه مستحيل مستحيل يعملها. لك راح يعملها هو واطي بالحكومة. يعني يشيل ابنه من الورثة؟ لك صدقني يا بيبان انت مكبر القصة على الفاضي. خلص روح لشغلك روح. معك حق، مطلوب مني اني اخلي واحد يشيل ابنه من ورثته بيحطك وريث والثاني يبيع لك مرته. لك اليوم رح تشوف يا دبان طمع بني ادم لوين بياخده. بس الايام رح تفرجيك اكثر واكثر. هدهديه أنت يا أم محمد، هدهديه سوف تطلبينه اليوم وغدا لن تجديه. هدهديه كان مشتاقا لحضن يحتويه. إنه الطفل الذي مات في حضن أبيه، إنه محمد جمال الدرة شهيد الأمة والشاهد على حالها. كره النادي أن يترك هذه المناسبة دون أن يتذكره. فهاكم من محمد كتب أغنية إلى محمد الدرة. محمد مضى عمر مضى ما قال لي رايح وين، وجاني الخبر قلبي انكسر شفته على الإيدين. محمد مضى عمر مضى ما قال لي رايح وين، وجاني الخبر قلبي انكسر شفته على الإيدين. من قلبي قلت أهين بكت عليك العين، من قلبي قلت أهين بكت عليك العين. غادرتني من غير وداع فاجئتني والقلب ضاع، غادرتني من غير وداع فاجئتني والقلب ضاع. كفكفت دمعي بالتياح وحمدت ربي المشرقين، من قلبي قلت أهين بكت عليك العين، من قلبي قلت أهين بكت عليك العين. بكيوا عليه كل العرب وتوهجت نار الغضب، بكيوا عليه كل العرب وتوهجت نار
انتفض رغم الكرب ومناه إحدى الحسنين من قلب قلت أهين بكت عليك العين من قلبي قلت أهين بكت عليك العين الشعب الفلسطيني هتف يا محمد الدرة بشهادتك نلت الشرف والمجد والبشرة إن غاب واحد رح يجي مية بداله حربجي إن غاب واحد رح يجي مية بداله حربجي تيكملوا المشوار هذا وعد هذا عهد هذا وعد هذا عهد ما بيقبلوا بالعار ما بيقبلوا بالعار محمد مضى عمر قضى ما قال لي رايح وين وجاني الخبر قلبي انكسر شفته على الايدين من قلبي قلت اهين بكت عليك العين من قلبي قلت اهين بكت عليك العين